بلدي سلطة بلدي سمك لبن على تمر هندي. افتح شباك للنور يا عادي والجاي كله راح يبقى وردي. ما بلاش نعدي في شارع حمرا ما تيجوا نعمل اللي ما طولنا عمرا. ودوري أرضي مسيري هسكن يوم في العالي والنور مسيره هنا هيعدي واجد في يوم راح تحلالي. مش عايزينها سلطة بلدي مش عايزينها سلطة بلدي. حسابك عاوزة 300 جنيه فلوس الجمعية. حرام عليك يا ولية، أجيبلك منين؟ من مكان ما بتجيب كل شهر. ده زمان بقى يا حلوة قبل ما أجيب العربية. دلوقتي عندي مصاريف تاكسي رايح وتاكسي جاي وميزانية الجراج وميزانية السمكري. حرام عليك. يا سلام، حتى مش عارف تكذب. تاكسي إيه وأنت معاك عربية؟ هعمل إيه يعني؟ ما أنا ما لقيتش جراج غير على بعد تلت ساعة من الشغل، فباخد تاكسي من الجراج للشركة ومن الشركة للجراج. دي الشركة أصلاً على بعد 10 دقايق. طب أعمل لك إيه يعني؟ وليه بقى ميزانية سمكاري؟ ما أنت لسه مشتريها. يا حبيبتي دي نتيجة الإصابات بتاعة الأسبوع اللي فات، كسر عرضي في الرفرف والمرايتين طاروا و11 خاتش و33 حكة. يعني هتديني الفلوس ولا مش هتديني الفلوس؟ قول يا رب. سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي. يا رب يا رب، انا عارف ان انسان وحش مش كويس، وعارف كمان اني بغلط وبعمل حاجات وحشة كتير، بس انت بابك واسع وبتسامح. انا مش طالب منك حاجة كتير يا رب، انا طالب منك حاجات بسيطة. اللهم اعمي كل امناء الشرطة اللي بياخدوني مخالفات بالتاكسي، وابعد عني الشباب السيس اللي مش فارق معاهم خبطات العربيات وبيزنقوا عليا كل خميس. اللهم زود البنديرة وبحبح ايد الزباين في الاجره والبقشيش. اللهم ابعدني عن الركنه صف تاني يا رب. سلا 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 بلدي. ايه ده؟ هو انا يعني كل يوم لازم اجي اتخانق ولا ايه؟ اطلع لزفت قول له كوسه بيه عاوز يركن في مكانه. يلا يا سعاده البيه الاستاذ، إلا سنسير عطلان وهو في الشابع. مش ركبك واطلع السلم. نعم. كوسبيه بيقول لك انزل شيل العربية من مكانها عشان عاوز يرك. قول له ان انا ركنها قدام العمارة واسمه مش مكتوب على المكان. بيقول لك انت ما كتبتش اسمك على المكان. طب اطلع وقول له انت راكن قدام الكافيه وده محل واكل عيش، ما صحش كده يا ابوي. قول له الرزق ده بتاع ربنا.
سلطة بلدي. وغلاوتك عندي، هو ده اللي حصل، كان بيخون. مش انا قلتلك من ساعة ما ظهرت وانا عارفة انها وليه نيتها اسود من ورنش الجيزة. انا شايفاه طالع العمارة ورن الجرس وفتحت له المهشتيكة وقال ايه بقى؟ عمالة تعيط تعيط. ايه؟ لا معرفش ايه اللي حصل. انا هتابع الحلقة بتاعت النهاردة من قلوب صائعة واكلمك واقولك. طب سلام بقى يا اختي. سلام. خير؟ ايه اللي جابك بدري؟ واحدة ست خبطت التاكسي منها لله. اكيد كنت مبلبح حاجة. لا هي اللي كانت مبلبحة، قصدي هي اللي غلطانة كانت. ازاي بقى؟ مفيهاش ازاي، اي ست بتسوق بتبقى هي اللي غلطانة. ساعة موقفة الشارع على شر تركن، ولا عارفة تجيب ورا ولا عارفة تطلع قدام، وعمالة تخبط وتحك في كل اللي يعدي. وانت اما شفت كده ما بعدتش عنها ليه؟ اصلها كانت حلوة قوي، قصدي يعني ما كانتش في طريقي. انا مش عارف انا ازاي ادارة المرور دي بتطلع رخص للستات الحلوين. امال هيسوقوا ازاي يا ابو عين حلوة؟ يا ستي يسوقوا براحتهم، بس في شوارع مخصصة للستات بس، ولا يعملوا يافطة يعلقوها على العربية من ورا مكتوب عليها احترس السائق حرمة. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. مش ممكن، ايه ده؟ ده راجل ما عندوش دم. ما انت اللي غلطان يا كوسة، ليه ما حطيتش طوبتين؟ طوبتين ايه انت كمان؟ ده انا منزل عربية دبش قصاد البيت. طب انا بقى عندي حتة فكرة هتخليه ما يركنش مكانك تاني. الو، ايوه يا كفتة، خلاص خرج بعربيته، تعالى بقى. ماشي يا كفتة، بقى بتبلغ عن الحي؟ إما خليتك كفتة. ماشي يا كوسة، حاضر، بتبلغ عن الحي، حاضر. يا ابن اللذينة، هو أنت اللي بلغت الحي عنهم؟ وهم راحوا ركنوا في الجراج، وأول مرة في حياتي أبرنجان أركن قدام البيت. سيبك بقى، تعالى كده نفتكر أيامنا الحلوة مع بعضنا يا راجل. يا سلام يا برنجان، ودي أيام تتنسي يا تعمى. إلا قولي يا مشمش، إيه أكتر حاجة يعني مش قادر تنساها؟ زمان لما كنا بنخرج أنا وإنت نتفسح في التاكس. يا سلام، أيام حلوة صحيح، ربنا لا يعودها. كنت بتبقى فرحان عشان خارج معايا؟ لا، كنت ببقى فرحان عشان كنت بلاقي راكنة والدنيا كانت فاضية. وهو ده اللي كان بيفرحك يا راجل؟ لا بيت طبعا، في حاجات تانية كتير. أيوة كده تعادل. انطق بقى وقول. فاكرة في أواخر السبعينات وإحنا مخطوبين مع بعضينا؟ طبعا فاكرة، وهي دي أيام تتنسي؟ لما كنا نخرج وكنت أسيب التاكسي لأي سايس كان يركنه ويمسحه ويطلعني وأنا خارج وياخد اللي فيه القسمة. فاكرة بقى أوائل التمانينات وإحنا كنا في شهر العسل يا عسل. اختش يا راجل، أنا بتكسر. لما كنا نخرج وكنت أسيب التاكسي لأي سايس وكنت أرجع يطلعني وأنا خارج وياخد اللي فيه القسمة. فاكرة بقى الأسبوع اللي فات؟
يا دي التاكسي وسيرت ام التاكسي. لا يا اخويا مش عاوز افتكر. لما السايس جه بعد ما طلعت اصلا من الركنه واديته اللي فيه القسمه وما عجبوش راح شتمني انا وانت. يا لهوي يا خرب بيتك يا مشمش، التاكسي الدغدغ يا مشمش. اشكرك يا رب، كده مش هلف على ركنه بكره. السلطة تكون في بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. مش ممكن يوم تزرع ياسمين وتلاقي كرفس، والناس بتكون ماشيين قدامه بنجري العكس، وتقاوح ولا يوم تمشي سليم، وتغالط قلبك والتعليم، وتشكك في الناس الفاهمين، وتمشي في كل طريق ممنوع، وكمان تضرب لي كلاكس. سلطة بلدي، سلطة 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 بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي. مش عيب ان انت تكون غلطان وتشوف الصح، وياك تتحسر على اللي زمان كان حلو ده، وتفكر ان الوقت خلاص، وتحط الرجل مكان الراس، وعلينا تفرج كل الناس، وتقول راح نعمل ايه، ما خلاص ما السلطة في بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، في الحل وسيبك من شغل التقفيل، هتلاقي الحلم حقيقة وكله هيبقى جميل، الضلمة هتصبح ضي ونور، والصحرة هتطرح أحلى زهور، وهتعرف إن بقالك دور، ولا عمرك تاني في يوم هتدوق السلطة في بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي، سلطة بلدي.